التحية متواصلة أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، واللقاء يتجدد معكم وبحضراتكم مع هذه الإبداعات بوجود سن الفتامين. انطلق الشوط 15 خصص للإبكار مباشرة مع الصدارة مع البداية بشعار أحمد بن عزير الحميري، يأتي على البداية يقدم الشاهينية، بينما المركز الثاني الحضور والانضمام مع شاهينية مطر بن عبد الله بن ياعز الحميري، المركز الثالث القادمة في هذه اللحظات والمتقدمة في هذا المسار المستمر والحاضر هذه الشاهينية عتيق بن محمد المهيري، يأتي ويقدم شعاره. هذه النتيجة للأسماء الحاضرة للشعارات المنطلقة المبدعة في الحضور، ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع البداية، مع بداية المسار، مع مقدمة الإبداع. هذه الشاهينية تتقدم على البداية، تبدع في اللحظات الأخيرة. الله يا هذا التحدي بوجود الشاهينية عتيق بن محمد المهيري، يأتي مع الشاهينية على البداية، على الصدارة، على مقدمة هذا الشوط. تهانينا والناموس نبعث لبارك الشاهينية عتيق بن محمد المهيري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار وتقديم العروضات الممتازة للغاية في اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس. المركز الثاني كان القدوم مع الشاهينية مطر بن عبد الله بن ياعد العميري. المركز الثالث الشاهينية زايد وسلطان بن زايد، هنا أيضا المزروع أخذ المركز الثالث. هذه النتيجة، دقيقة 44 ثانية التوقيت المصاحب لهذا الانطلاق. تهانينا والناموس للجميع.